قبل بس ما اسيب هذا الموضوع، زي ما قلت لكم كمية الإشاعات اللي طلعت خلال الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة كلها كلام خاطئ. أنا بقول لحضراتكم كلام مسؤول. كل الإشاعات اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت هي إشاعات لا أساس لها من الصحة. كل الأمور الحمد لله على خير ما يرام، الأمور ماشية بشكل جيد، إن شاء الله نكمل مع حضراتكم مسيرتنا في البيت الكبير بدون غلط في حد، بدون ما نزعل حد مننا، لا في ناس كثيرة بتزعل مننا، لكن في بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيزعلوا مننا، ولكن في النهاية عمرنا ما هنغلط في حد. لو بننتقد حكام أو بننتقد اتحاد كرة قدم أو بننتقد أشخاص معينة، ولكن دائما بننتقد باحترام وبأدب وبأخلاق، وهنظل دايما محافظين على حاجة واحدة، على شعار النادي الأهلي. احنا بنشتغل تحت شعار النادي الأهلي، عشان كده بشكركم مرة تانية وبقول لكم انتوا دايما السند، والله العظيم ثلاثة بعد ربنا السند والدعم والعون هو جمهور النادي الأهلي، والكلام ده انا بقوله لحضراتكم من قلبي، فقط جمهور النادي الأهلي هو السند والداعم لي انا تحديدا ولهذا البرنامج. انا بشكركم جدا 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 على اللي انا شفته من حضراتكم خلال الفتره السابقه. انا اسف ان انا طولت في هذا الامر، ولكن كان واجب، لان انا قعدت 3 أيام أو 4 أيام تقريبا ما بفتحش السوشيال ميديا، ولكن لما فتحت فوجئت بكميه الاشاعات اللي موجوده سواء في السوشيال ميديا او على الارض يعني. فعموما الايام القادمه ستثبت اشياء رائعه كثيره جدا. البيت الكبير دايما اللي بيجمعنا كلنا.